حتى الساعة إذن 665 مليون درهم الآن قيمة التداولات. أنشط سهم دريك أند سكال 109 مليون درهم، من ثم بنك دبي الإسلامي 96 مليون درهم، ثم إعمار 61 مليون درهم. على كل، ليس فقط الأرقام القياسية اليوم بدبي ولكن أيضا بالسوق الكويتية. المؤشر السعري للسوق الكويتية اليوم نسجل أعلى مستويات أيضا من نهاية 2009، ولكن المفارقة أنه بالوقت اللي المؤشر السعري يسجل مستويات عليا جديدة، المؤشر الكويت 15 يسجل ميل للتراجع. قيم التداولات مع نهاية الجلسة 96 مليون دينار اليوم، مطابقة لمتوسط قيمة التداولات الأسبوع الماضي. المتوسط اليومي كان وصل إلى 95 مليون دينار. إذا تستمر أحجام التداولات بالارتفاع في السوق الكويتية. ها هو سهم زين الكويت، نرى اليوم أنه أنهى الجلسة على ثبات، ولكن من أين يأتي الضغط على مؤشر كويت 15 اليوم؟ الضغط يأتي من مباني تخسر 1.7%، NBK يخسر 1%، ومن هنا إذا الضغط. بينما عنا الخليج للكابلات، كيبكو الدولي، وصناعة الوطنية كلها مرتفعة بالكويت 15. ها هو إذا المباني متراجع كما نرى اليوم. أنشط أسهم سكوك كانت قبل قليل قيم التداولات عليها 10 مليون دينار، الآن يقل لي 11 مليون دينار قيمة التداولات على سكوك. منشآت ثانية أنشط سهم من حيث القيمة 8 مليون دينار، وأبيار العقارية أيضا. ثالث أنشط سهم 6.25 مليون دينار قيمة التداولات على هذه الأسهم الثلاثة، مرتفعة جدا. ولاحظوا الفروقات السعرية، المرتفع مرتفع كثيرا والمنخفض منخفض كثيرا بين هذه الأسهم النشطة. نظرة على الأسهم العقارية، كما ذكرت اليوم عندنا مفارقة، NBK يخسر 1%، ولكن الدولي على ارتفاع، بوبيان وبركان على ثبات. هذا في السوق الكويتية. ماذا عن البحرين؟ في البحرين اليوم لدينا ارتفاع بنصف نقطة مئوية، دعم من البنك الأهلي المتحد كما نرى على الشاشة ب 18 نقطة مئوية. عندنا أيضا ألبا تسجل 4% من الارتفاع أسهم ألبا، ولكن من ناحية أخرى بنك الإثمار على تراجع ب 2%. على كل، لنعود إلى السوق الكويتية وهذه المستويات القياسية من التداولات التي نراها هناك. ينضم إلينا من الكويت السيد عمر النصر الله، محلل أول مجموعة إدارة الأصول في كميفيك. عمر، أهلا وسهلا بك معنا. بالفعل ملفت ما نراه على السوق الكويتية. أولا المفارقة بين تسجيل المستويات السعرية الجديدة على المؤشر السعري، أعلى مستوى إغلاق اليوم من نهاية 2009، أعلى مستوى يعني بأربع سنوات، بينما بثلاث سنوات ونصف، بينما المؤشر الكويت 15 عليه ضغط. ما هذه المفارقة عمر؟ ما هو السبب؟ بسم الله الرحمن الرحيم، مشكورين على الاستضافة. أهلا وسهلا. أولا شهد السوق الإلكترونية خلال بداية سنة 2013 العديد من الزخم وارتفاع مستويات السيولة، كذلك ارتفاعات السعرية والوزنية. إذا بنتكلم عن المؤشر السعري بشكل خاص، ارتفع في أبريل بس 10%، فيما ارتفع من بداية السنة تقريبا 28%. مقارنة مع المؤشر الوزني ارتفع من بداية السنة 8%، وشهر 4 في أبريل ارتفع 5%. هذا حصل نفسه مع مؤشر الكويت 15 الذي يقيس أداء أكبر 15 شركة قيادية، ارتفع منذ بداية السنة بنسبة 8%، وفي شهر أبريل تقريبا 5%. عموما كان التركيز على الشركات الصغيرة حيث يسهل تجميع الأسهم والمضارب فيها، بالتالي مكاسب في وقت سريع وبطريقة أسهل من الأسهم القيادية والأسهم الثقيلة. حصل هناك العديد من الارتفاعات القياسية في أسهم الشركات الصغيرة. بسبيل المثال ارتفعت شركات خلال شهر واحد هو شهر أبريل 50%، في شركات أخرى ارتفعت مقارنة 80% في شهر واحد، فيما الشركات القيادية وزعت عديد من الأرباح في آخر شهر مارس وكذلك شهر أبريل. عمر، في تساؤل أيضا حول قيم التداولات، يعني عندما نرى مستويات السيولة اليومية ترتفع إلى 96 مليون دينار، فهذا يطرح عدة أسئلة. أولا يطرح أسئلة، هل في سيولة جديدة تدخل أم هي تدوير؟ لأن البعض عم بيقول أنه في انتقال من القطاعات العقارية، من الاستثمار الفعلي بالعقار إلى الأسهم بالسوق الكويتية. في تساؤل آخر يطرح نفسه، هل في دخول أجنبي من محافظ عربية وخليجية كما أيضا بدأنا نسمع ونقرأ؟ فأنتم من خلال عملكم في السوق هل بدأتم تلمسون مثل هذا الاهتمام، أم هو لا أموال كويتية زاد النشاط بالفترة الماضية والتدوير؟ صحيح، هناك عدة عوامل أثرت في مستويات السيولة وأثرت على ارتفاعها. الدرجة الأولى نتكلم عن المعطيات المحلية في السوق المحلي. خفض البنك المركزي سعر الفائدة نهاية سنة 2012، فيما أدت إلى انخفاض العوائد البنكية أو عوائد
اللي هي الودائع. فيما أسعار العقار ارتفعت بشكل قياسي خلال السنتين الماضيتين، فاتجهت معظم السيولة للبورصة. فيما عدا هذا هناك أحاديث وأقاويل صحيح حول تدخل صناديق ومحافظ أجنبية في السوق الكويتي، خصوصا أنه تم تصنيفه المركز الرابع بين أعلى الأسواق العالمية ارتفاعا في سنة 2013 من قبل السي إن إن. كذلك هناك حالة من الثقة واندفاع المستثمرين نحو المضارب في سوق الكويت للورق المالية، خصوصا أن هناك عوائد مجزية في فترة قياسية. عمر، آخر سؤال، أنت وجهة نظرك الاستثمارية ما هي؟ يعني اليوم أنتم عندما تأتون وتنظرون إلى ما يحدث في السوق، فعم نشوف أنه الأسهم القيادية اللي مبنية على أساسيات مش هي اللي عم بتسجل ارتفاعات، فبالتالي كيف يستثمر يعني الشخص بمثل هذا السوق؟ طبيعة السوق الكويت للورق المالية دائما متغير في الأحداث والمعطيات. هالسنة شهدنا تركيز على الأسهم الصغيرة المضاربية، فمن طبيعة أي مستثمر سواء كان مستثمر على المستوى الشخصي أو مستثمر على المستوى المؤسسي تنويع مصادر الدخل. فبالإمكان اقتناء 40 أو 50% من الشركات القيادية والبنوك، وبالتالي المضاربة أو شراء الأسهم الصغيرة التي هناك عدة ارتفاعات قياسية حصلت في وقت قصير. أنا بشكر حضورك معنا عمر النصر الله، محلل أول مجموعة إدارة الأصول في كميفيك، شكرا جزيلا لك. مشاهدينا، قبل أن نتوقف مع فاصل، أود الإشارة إلى أن سهم دانا غاز اليوم بدبي كان يسجل ارتفاعات بأبوظبي 7.8%، وصلنا عليه إلى أعلى مستوى ب 17 شهر. توضح الشركة الآن بأنه ليس لديها أي نية لبيع أصولها في كردستان العراق. يبدو أنه اليوم سبب الارتفاعات على سهم دانا غاز